اهلا وسهلا بيكم احبائنا مشاهدين قناتكم تكسات. نحب نرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اله المستحيلات. نحب نرحب قدس ابونا فلوباتي الشاكر، اهلا وسهلا بيك يا ابونا. اهلا وسهلا بيك يا هبه وبكل احبائنا المشاهدين. والنهارده عايزين نعمل حاجه جديده في البرنامج عشان مع بدايه الحلقه الساده المشاهدين يتابعونا. طبعا انا ما بحبش اتكلم عن حد، انما انا لمست في شخصيه مدام هايدي اللي هي مؤسسه القناه ان هي قد ايه بتحب الخدمه وقد ايه بتحب الناس، وعايزه تفرح كل الساده المشاهدين. حتى تلاقي في معظم البرامج بتاعتها بتعمل سؤال وبتقدم هديه ولو بسيطه، ده رمز عن المحبه وتعبير عن المحبه يعني. فاحنا ان شاء الله هيبقى النهارده مع بدايه الحلقه الجديده بتاعتنا النهارده هنعمل سؤال، وياريت الأحباء السادة المشاهدين هم يشاركوا معنا بالإجابة، وإن شاء الله في نهاية الحلقة هيبقى في هدية للي جاوب صح. وممكن تقول لنا السؤال وهيبقى موجود على الشاشة برضو. تفضلي هبة تقول لنا السؤال. السؤال هيكون: كم امرأة في العهد القديم كانت عاقرا واستجاب لها الرب وما أسمائهم؟ هقوله مرة تاني: كم امرأة في العهد القديم كانت عاقرا واستجاب لها الرب وما أسمائهم؟ نحب تشاركونا باتصالاتكم وفي حل السؤال. تليفون القناة هقوله، هو موجود أكيد على الشاشة، وهقوله تاني: 919-391-7000 919-391-7000. نحب تشاركونا باتصالاتكم، يا اما تبعتوا لنا رسائلكم على الايميلات، ايميل البرنامج وايميل قدس ابونا. واي امور متعلقه بحياتكم الشخصيه ويكون في معجزه جميله ربنا تمجد معاكم فيها، احنا ناخد بركه منكم والمشاهدين كمان ياخدوا بركه. تشاركونا بيها باتصال يا ريت، او تبعتوا لنا على الايميل. الحلقة اللي فاتت يا ابونا اتكلمنا عن شخصية جميلة اللي هي زكى العشار، بعد ما كان انسان متسلط، انسان جشع، انسان محب للمال، لما تقابل مع ربنا، ربنا غير حياته تماما وبدلها من انسان شرير وقاسي لانسان محب للناس ومحب انه يرجع للناس مش بس فلوسهم، 4 أضعاف فلوسهم. ما هو ده إله المستحيلات بتاعنا، ده إله المستحيلات بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه وهنتكلم عنه إلى أن يجيء. هو ده اللي بيصنع المستحيل في حياة الإنسان، إلهنا الذي يصنع المستحيل في حياة الإنسان. زكى اللي زي ما اتكلمنا المفردات ان هو قاسي، ظالم، محب للمال. تخيلي لما تقابل مع سيد المسيح تنازل عن كل ثروته وقال هيقدم نص ممتلكاته وهيرد 4 أضعاف من وشي بيه، فاستحق ان يكون خلاص لزكى واهل بيت زكى. بالظبط يا ابونا، كان شخصيه جميله. اليوم اسمح لنا يا ابونا نتكلم عن موضوع تاني خالص، موضوع يمكن صعب في حياه بعض الاسر، لان انا كمان جربته لمده تقريبا 1.5 سنة. الموضوع ده هو تاخر او عدم الانجاب. طبعا كتير من الازواج والزوجات اول ما بيتجوزوا على طول، لو ما حصلش حمل في خلال سنه، او مثلا تاخر الحمل سنه سنتين، ساعات بيوصل ل10، بيوصل ل15، كتير كتير. بيتجهوا بعد سنة تقريبا أو أقل من سنة للدكاترة عشان خاطر يقولوا إحنا نعمل اللي علينا ونعمل تحليلات ونشوف إيه الموضوع. طبعا ده حلو وكويس وجميل، يعني إنه يروح للدكاترة ويشوف رأيهم إيه، ولو في مثلا ياخدوا علاج يبدأوا بالعلاج. لكن بنشوف في ناس لما بتأخر معاهم الحمل بيتجهوا اتجاه تاني خالص، اللي هو اتجاه للأسف غير مسيحي، غير صحيح. أولا غير مسيحي، بيتجهوا للعرافين والدجالين والسحرة. طبعا دول بيستبزوهم
في المال، وبيبقى طبعا بياخدوا منهم اموال كتير قوي، لان هم شايفين ان هم متعلقين بامل صغير، فالامل ده هم طبعا بيتكوا عليه، فبيقولوا لهم لا خلاص خدوا المشروب ده، حطوا الحجاب ده، حط اعملوا حاجات طبعا غير لائقه بمسيحنا يعني، ومش مظبوطه. فالناس برضو لما بتبقى متعلقه بتبقى زي متعلقه على قشه، فالكلام ده مش صحيح. وطبعا لما بيشوفوا برضو حتى السحرة وحتى بيعملوا كل حاجه والدكاتره مش نافعه، بيقاسوا، بيتجهوا بقى اتجاه تاني خالص. وهنشوف طبعا في العهد القديم زي حكايه مثال لينا ساره وابراهيم، دي اتجهت اتجاه تاني خالص، اتجهت اتجاه طبعا غريب، زي ما قصه كانت قرانا جزء. وبرده هنشوف المستحيل اللي حصل في حياتها دي. كانت طبعا ساره باختصار طبعا كانت متعلقه انها تكون ام، ف ما صبرتش كمان، ان يعني هي سمعت وعد من ربنا ان هو هيديها بنين منها هي ومن ابراهيم، بس هي ما صبرتش، هي عاوزه زي متعلقه بحاجه وعاوزه تنفذها. لا هي معلش انا مختلف، هختلف معاكي في حاجه، هي مش حكايه ما صبرتش. ده انت بتتكلمي في واحده بقالها سنه وبتقول لك بتروح للدكتور وتروح لصحراء وتروح لمعرفش ايه عشان بقالها سنه. ساره كانت عاقر 89 سنة، وابونا ابراهيم كان سنه 99 سنة. فحكاية اللي ما صبرتش ده اختلف معاكي فيها، بس هي ممكن نقول ايه، رغم وعود الله ليها ورغم وعود ربنا لابراهيم حبيبه، الا ان هي تسرعت في بعض التصرفات اللي ما كانش يجب ان هي تتسرع فيها، لان تسرعها ده جاب ليها مشاكل وعمل لها مشاكل وعمل مشاكل كتير. فاحنا ممكن عشان بس السادة المشاهدين يبقوا عارفين المستحيل اللي عند سارة وابونا ابراهيم، واكيد لما هنقرا الجزء الصغير ده وبعد كده نستكمل الموضوع اللي انت عايز تتكلمي فيه، الساده المشاهدين من خلال سماعهم للكام ايه الصغيرين اللي احنا هنقراهم دول هيعرفوا قد ايه ان كان مستحيل، من المستحيل ان ساره تنجب نسل. الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده الكتاب المقدس هو اللي بيقول. تعالوا نطلعهم مع بعض، الاصحاح 18 الإصحاح 18 من سفر التكوين، الإصحاح 18 من سفر التكوين من أول العدد 9 ونكتفي لغاية العدد 15. يقول كده وقالوا له أين صار، قالوا له دول الثلاث ضيوف اللي زاروا أبونا إبراهيم وهو قاعد على الخيمة قبل ما كانوا رايحين يحرقوا سدوم وعمور، فمروا قدام أبونا إبراهيم وقعدوا معاه وهو ضيفهم، وقالوا له أين صار امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار امرأتك ابن. وكانت صار سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان بصي بقى، خدي بالك بقى من العدد 11، والسادة المشاهدين ياخدوا بالهم من العدد 11 عشان تعرفوا المستحيل اللي عند سارة. يقول لنا كده وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. طب أوكي، شيخين متقدمين ماشي تمشي، يعني برضو إيه المانع، مش مستحيل قوي إن هم ما يخلفوش ما ينجبوش. إنما بصي بقى، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، يعني نفهم كده ان مستودع ساره ميت، زي انسانه عامله عمليه، عامله عمليه بعد عنك استئصال رحم، من رابع المستحيلات ان هي تنجب. حتى هنا بصي بقى، فضحكت ساره في باطنها قائله ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ، يعني ابراهيم هو اللي شاخ وهي لسه شابه صغيره،
واحدة سنها 89 سنة لسه شابة صغير. سيدي هو اللي شيخ، دايما نشوف أخطاء الآخرين، ما نشوفش أخطائنا إحنا، أو دايما نشوف الكبير دايما نشوف اللي في الغير وما نشوفش اللي أو فينا. أو أصلا الستات دايما تصغر في عمرها يا بونا. صحيح. هي لسه صغنطوطه 89 سنه، مع ان بصي في البدايه يقول ايه، وكان ابراهيم وساره شيخين متقدمين في الايام. ما علينا. فقال الرب لابراهيم: لماذا ضحكت ساره قائله افبالحقيقه الد وانا قد شئت؟ هي اعترفت كده. وانا قد شخت، هل يستحيل على الرب شيء؟ بصي بقى هنا، إله المستحيلات هو إله المستحيلات بتاعنا ده. هل يستحيل على الرب شيء؟ في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. قال لها: لأ، بل ضحكتي. عشان كده لما ولدت بعد كده سموه ابن الضحك، كان كل اللي يسمع أن سارة ولدت يضحك. ده المستحيل اللي عند سارة. مستودع سارة مات. كل ست، كل امرأة وكل ست بتشوفنا فاهمة يعني ايه انقطعت العادة عند النساء وشاخت في الايام. يعني المستودع مات، ما ينفعش بأي حال من الاحوال بالعقل البشري، بعقلنا البشري، ان يقولوا ان دي ممكن تنجب طفل نهائي، لا يمكن. حلو قوي يا بونا. انا طب اتطرق قبل الموضوع ان ربنا جالهم، لا ربنا كان واعد ابراهيم من الاول انك هتجيب نسل. صحيح. ونسلك ده هيكون طبعا بلا عدد. صحيح. لكن سارة قال له ده، اخده بره وراه نجوم السماء، قال له تعرف تعد نجوم السماء؟ قال له نسلك هيكون كنجوم السماء. بالظبط. لكن سارة وابراهيم برضو كانوا يعني مش هقول مستعجلين، ما صدقوش مواعيد ربنا. لا، هو ابراهيم كان مصدق وسارة كانت مصدقه، بس هي استعجلت، هي الانتظار ما انتظرتش، ما كانش عندها صبر كمان، لامت ربنا. فهي فكرت ايه، ان ربنا ممكن يقول ايه، هو يمكن يكون وعدني بنسل بس يكون مش من صلبي، ممكن يكون مثلا من الجارية بتاعتي. واخدها لك انت ازاي؟ ممكن. فعشان كده اقترحت على ابونا ابراهيم ان هو ياخد هاجر جاريتها وينجب منها. والطفل هنا زمان كان كده، كانت الجارية لما تنجب طفل بينسب الى سيدتها. بعد اذنك معنا تليفون يا ابونا. اهلا وسهلا، اتفضل. الو، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، ممكن اعمل مداخله مع قدس ابونا؟ طبعا، اهلا وسهلا يا بنتي. انا كنت حابه اتكلم في عمل ربنا معايا. فهو عمل معايا معجزه طبعا، وبانت معايا يعني في ظروف معينه. انا معايا بنت، فكان نفسي اجيب بنت تاني يعني. قعدت 7 سنين ما خليتش، ربنا ما كانش رايد يعني، اداني مرة واثنين بس الحمل ما كملش. بس انا ما كنتش عارفة ليه طبعا. فطبعا انا كنت زعلانة الاول يعني، كنت بعاتب ربنا يعني. انا نفسي في طفل لبنتي، اذا كان اخت ولا اخ، عشان هي بتقعد تتكلم معايا كتير وتقولي يا ماما نفسي بابا يسوع يجيب لي طفل، ابقى العب معاه كده. المهم اداني حمل بعد بنوتي ب3 سنين، نشكر ربنا. وبعد كده الحمل للاسف ما كملش. انا ما كنتش اعرف حكمه ربنا طبعا. انا كنت اعرف ان هو مش رايد لسبب. بامانه يعني، انا بتكلم بامانه قدام ربنا، بس ايه السبب طبعا ما حدش بيعرفه. طبعا الحمل ما كملش طبعا. هنا في امريكا بيقولوا الطبيعه ما بتبقاش عاوزاه طبعا، هم مش عارفين ان ربنا هو اللي مش عاوز يكمل الحمل ده، ممكن يكون يكمل مرض ليا، للطفل نفسه يجي مش طبيعي، لاي ظروف ما في الحياه، بس احنا ما بنبقاش عارفينها. بعديها بعد 3 سنين يعني، بنتي كان عندها 3، بعديها ب3 سنين تاني السنه اللي فاتت بالظبط كده، بالظبط زي الشهر ده بالظبط، كنت نازله مصر
ومجهزه الشنط وعامله كل ترتيبي ونزلنا مصر. ويعني انا اسفه سوري، انا عارفه ان مفيش حمل، يعني انا مرتبه الشنط ومخلصه كل حاجه. وبعد كده اكتشفت بعد ما سافرت مصر بثلاث ايام ان في حمل حصل. طبعا كنت مبسوطه جدا، لان يعني ازاي بعد يا رب ما انا عملت الشنط دي كلها وتعبت وكل حاجه، وبعد قلت ربنا رايد ان هو يديني حمل تاني، ومش رايد المره الاولانيه اللي هي من ثلاث سنين ونص بالظبط. المهم رحت للدكتور قال لي انت حامل واشوفك بعد 15 يوم. وانا طلع بعد 15 يوم، يعني انا بحكي عشان اقول ان ربنا لما يكون عاوز حاجه يعملها هيعملها. طبعا مش عاوز طبعا. حاجه بقى يقول لي ان انا مش عاوز الحاجه دي في الوقت ده لسبب ما. بس هو ما بيتعنتش، هو اللي بيصلي ويوصل له الصلاه ان انا نفسي في الحاجه دي، ممكن هو يبعت لي رساله يقول لي هديها لك بس مش في الوقت ده. الرساله اللي هو اداهاني السنه اللي فاتت ان انا ما اديتكيش من ثلاث سنين ونص او اربعه عشان سبب انت عندك موجود عندك. المهم وانا طالعه انا وجوزي وبنتي، قلت لجوزي انا مش مبسوطه، حاسه ان الدكتور هيقول لي ان في حاجه. صدقيني انا بامانه يا استاذ ابونا انا بكلمك بكل صدق عشان ابين للناس ان فعلا ربنا كان ليه حكمه ان هو ما جابليش الحمل. أيوة. وجابهولي في التوقيت ده عشان اعرف اتعالج او اعرف ايه السبب. المهم طلعت للدكتور قال لي مفيش بيبي، يعني في حمل وكل حاجه وكل حاجه موجوده، بس مفيش طفل اتكون جوه عندك جوه الكيس. المهم قال لي هنعمل تحاليل. المهم عمل لي تحاليل وحولني الدكتور متخصص، اكتشفت في الاخر ان انا عندي حاجه في الدم هي دي اللي ما بتكونش البيبي. ما هو ده اللي انا السؤال اللي كنت اساله لك، رغم ان ربنا عطاكي في الاول كنت عايز اعرف، ده اللي انا السؤال اللي كنت اساله، طب ايه السبب في التاخير ده كله؟ يعني هل كان في مرض معين؟ كان في ميكروب لا. معين؟ الدكتور قال لي، انا سالته قلت له انا خلفت، طب قال لي ممكن الحاجه دي تظهر لناس وممكن ما تظهرش، وممكن كانت عندك وممكن ما بانتش في التوقيت ده. يعني هو تجلط في الدم، يعني حاجه بتجلط الدم، حاجه غريبه. المهم حولني الدكتور النساء، حولني الدكتور الدم قال لي معلش انا خليكي تعملي تحاليل تاني عشان اطمنك اكتر. المهم قال لي خلاص انت ممكن يعني في حقن معينه لازم اخدها في كلتا الحالتين، اذا كان في حمل او اذا كان في سفر اكتر من 10 ساعات. عشان ده ممكن تحصل لي جلطه في الرجل. فالجلطه مع مشكله طبعا في تكوين البيبي، ما هو الدم بيقلص فما ينفعش يكون البيبي لانه بيكون من شعيرات بسيطه. صحيح. وربنا الحمد لله اداني حمل من ثلاث شهور لوحده، ربنا بعتهولي لوحده كده من غير اي حاجه، بس من طلبتي مع يتمجد اسم الرب. يعني انا بصلي وجوزي وبنوتي بتصلي كل يوم بتقول لي يا بابا يسوع خلي ماما تبقى حامل كل يوم. ربنا يبارك ان شاء الله. صدقني يا استاذ ابونا ان ربنا هو بعته، وبعته على فكره برضو انا ما كنتش مرتباها، يعني ما كنتش بقول ده ممكن ان انا حامل الشهر ده زي ما كنت بفكر قبل كده. فعرفت ان ربنا عمل معايا معجزه اللي هي واللي انا ما كنتش اعرفها، اللي هي لما عرفني ان انا في حاجه عندي سبب. هو اخره بس اخره لسبب. اكيد يا بنتي اكيد. عشان يعرفني ان انا بشتغل معاكي وان انا سامعك، بس في الوقت اللي هو عاوزه هو هيديهولنا. بس ما نقعدش نستعجل، هو كل تأخير ربنا ليها حكمة، بس احنا اللي بنبقى طماعين، يعني انا ببقى طماعة بطبيعة البشر ان انا طماعة عاوزة دلوقتي، طب ليه مش راضي تديني دلوقتي؟ طب ما انا بكبر.
ايوه بس هو لما بيدي خلاص ملوش مثيل، ما خلاص هو ما لكل شيء تحت السماء وقت يا بنتي، لكل شيء تحت السماء وقت. يا صحيح. قدس ابونا. انا صدقني، انا عارفه من ساعه من ساعه ما بيني السنه اللي فاتت ان انا عندي مشكله، انا عرفت ان دي معجزه في حد ذاتها، لان انا كنت ممكن احمل مثلا وما اعرفش ان انا عندي مشكله، ممكن اسافر سفر كبير مثلا زي ما بسافر مصر. فاشكر ربنا يعني على اللي هو اداهوني، وصلوات قدس ابونا والبرنامج والبركه بتاعت البرنامج كله، ان الحمل ان شاء الله، لا ربنا ان شاء الله انا ربنا واثقه ان هو معاكي يا هيكمل بنتي، على خير. لا ربنا معاكي، ونصلي لك ان ان شاء الله زي ما ربنا ربنا استجاب لحنا وسارة، اكيد ربنا قادر يا بنتي، لان هو اله المستحيلات، قادر ان هو يكمل لك الحمل على خير، يا رب وتجيب لنا كده بنوتة او ابن اللي يجيبه ربنا. لبنتك، انا راضيه بيه، انا وعطيت راضيه ربنا امرك. وهكمل معاكم ان شاء الله، يعني اخلي الحديث كل فتره اكلمكم عشان برضه ان اطمنكم شاء على الله يا الحمل بنت طمنينا، والناس تعرف. ان شاء الله يا بنتي ربنا هيكملك على خير وتقومي شكرا بالسلامة يا قدس ابونا، ويعطيكي نسل صالح ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليك. سلام شكرا يا وبركة قدس ابونا، ونعم. وميرسي سلام، على ربنا معاك. البرنامج الجميل، احنا بنستمتع متشكرين بيه، وصلواتكم على طول متشكرين تذكروني يعني. متشكرين على ربنا المداخلة يا معاكي بنتي، وكملوا وربنا على خير. يكملك على خير ان شاء الله. اتفضل اتفضل. سلام سلام. نرجع تاني لسارة يا ابونا. سارة كمان لامت ربنا وقالت له: هوذا الرب قد امسكني عن الولادة. يعني حتى بعد ما سمعت الوعد وسمعت من ابراهيم ان هو وعده بابناء كرمل البحار او كنجوم السماء، فقالت: لا مش هينفع، يمكن انا عاوزه، لا عاوزه احلها حل ارضي. كتير احنا ساعات بنلجأ صحيح. للحلول الارضيه، مع ان ربنا بيبقى كتير بيكلمنا ويوعدنا، لكن احنا بنحلها بحل ارضي. فهي الحل الارضي طبعا جابت مشاكل ليها. طبعا احنا عارفين ان عاطت هاجر ابنها، زوجة زوجه زوجة لابراهيم، لإبراهيم. وابنها ابن هاجر ده كان يعني تعبها وتعب ابنها. وهي كمان اول ما هاجر حست انها حامل بقيت تذل في سيدتها ما اليسر. ما اه ما هي هي تسرع تسرع سارة. لما اعطت هاجر زوجة لابونا ابراهيم، هاجر حبلت، فيقول لنا الكتاب ثغرت سيدتها في في عينيها. عينيها فطبعا دي تعبت سارة جدا، وقد ايه سارة تعبت، حتى طلبت من ابراهيم ان هو يمشيها، وفعلا سمع كلامها ومشاها. معانا تليفون يا بونا، اتفضل بعد اذنك. اهلا مساء وسهلا. الخير، مساء مساء النور، النور، سلام يا قدس ابونا. سلام وبركة سلام. ونعمة يا بنتي. انا ام، وعرفت من 7 سنين او اكثر ان بنتي مستحيل، لانه هي متجوزة ومستحيل ان يعني يبقى فيها. يبقى في انجاب. بس انا طول السنين يا قدس ابونا عندي ايمان في قلبي ان بالصلاه الرب هيستجيب. اكيد يا بنتي. حتى وانا حتى لو ان انا عارفه ان كل الدكاتره في اماكن كتيره راحتها، المشكله عندهم صعب حلها او مستحيل حلها، بس انا يعني عندي ايمان جوه قلبي، ودايما اقول له: يا ربي لو مش تبع مشيئتك الصالحه ان يكون عندها اولاد، شيل الرغبه دي من قلبي. ايوه. نفسي ان قلب بنتي يبقى فرحان، ايوه، خصوصا انها عايشه في بلد وبعيده عني شويه يعني. اه فيا ريت تصلوا لها يا قدس ابونا، والحلقه النهارده دخلت قلبي. لا ربنا يبارك. اسمها ايه يا بنتي؟ اسمها ساره برضه. الله. سارة جميلة، ده موضوعنا عن سارة النهاردة. لا ان شاء الله يا بنتي، زي ما ربنا اعطى سارة وسنها 90 سنة، واعطى ابونا ابراهيم وسنه 100 سنة، ان شاء الله ربنا اللي عطى سارة في القديم يعطي سارة في الجديد ان شاء الله في الحديث ان ربنا شاء الله، يخليك يا قدس ابونا، صلواتكم. وتبقي تفرحينا يا ريت. وتقولي لنا الاخبار الحلوة ان شاء الله اللي جاية ان شاء تعيش الله. يا قدس ابونا، تعيش 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 تعيش، يا بنت، ربنا يخلي قدسك ربنا ويديك يباركك يا هنا. بنتي، ربنا يباركك تعيش يا ويطمنك قدس، عليها ويفرحها ويفرحك. تعيش يا قدس تعيش. ابونا. سلام سلام سلام.
تحب تقول لنا حاجة تانية يا بونا عن سر قبل ما نتطرق لشخصية تاني جميلة؟ هو احنا عايزين نقول ايه؟ سارة وابونا ابراهيم من الشخصيات الحلوة، من الشخصيات اللي ربنا حبها، من الشخصيات نلاقي حياة ابونا ابراهيم سلسلة غير منقطعة من اللقاءات مع ربنا، كل شوية ربنا يقابله ويكلمه، ربنا يقابله ويكلمه، ربنا يقابله ويكلمه. ومع هذا رغم سلسلة اللقاءات اللي مع ربنا دي، رغم ان في البداية ربنا قال له يا ابراهيم اترك ارضك وعشيرتك وتعالى في الارض التي اريك اياها، ابراهيم ترك كل ده. فاللي انا عايز اقوله ان ابراهيم رجل ايمان ومحب لربنا وصديق لربنا، وسارة كده. ومع هذا الطلبة اللي كانوا بيرجوها وبيطلبوها من ربنا وربنا وعدهم بيها تأجلت سنين، قعدت سنين طويلة. ده انت لو ترجعوا للكتاب المقدس، السادة المشاهدين رجعوا للكتاب المقدس، لما ربنا دعا ابراهيم ان هو يسيب ارضه عشيرته كان سن ابونا ابراهيم 75 سنة. فتخيلي 75 سنة ل 100 سنة، يعني في 25 سنة وهو قاعد يقابل ربنا كل يوم. وربنا يقول له انا هديك، وربنا يقول له انا كتير هديك وصار كتير. ونسلك هيكون كنجوم السماء، ونسلك هيكون كرمل البحر، ونسلك واعطيك، واعطاله اجرك هيكون كتير، واعطاله وعود كتير قوي. حتى ان في مره في مرات ابونا ابراهيم كان بيعاتب ربنا بمحبة، بيقول له يعني ده انا ماضي عقيم واللي هيورثني اليعازر الدمشقي يعني. قال له لا، مش هو ده اللي هيكون لك نسل من صلبك انت. فرغم انا عايز اقول ايه، مش بالانسان الوحش او عشان الانسان بيعمل خطية او عشان الانسان قديس وبار هو ده الفيصل بين ده وده. لا، ممكن ناس تبقى أبرار وقديسين زي أبونا إبراهيم وأبونا سارة، إنما زي ما احنا قلنا في البداية لكل شيء تحت السماء وقت، لكل شيء تحت السماء وقت. عشان كده نلاقي وده اللي احنا عايزينه كلنا، حتى من أحبائنا السادة المشاهدين واللي عندهم التجربة دي، عايزين إن هم يبقى عندنا إيمان في مواعيد الله، ما نتسرعش، ويبقى عندنا صبر، ما نتسرعش زي ما أمنا سارة تسرعت وقامت على طول مجوزة هاجر. لا، وهاجر كانت سبب تعب زي ما انت قلتي، كانت سبب تعب ليها، هي أكتر واحدة تعبت في القصة دي، سارة هي اللي تعبت. فعشان كده احنا مش عايزين نتسرع، عايزين ننتظر مواعيد ربنا بالإيمان، ونلاقي الإيمان دوت ظاهر قوي 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 في حياة أبونا إبراهيم، ظاهر جدا في حياة أبونا إبراهيم. طب أنا أقول لك حاجة أصعب بقى من إن هي ما كانتش بتنجب وأنجبت. تخيلي أنت بعد 90 سنة وابنك كده ابتدى يكبر شوية، ويجي مرة ربنا يقول لك إيه رأيك يا هبة، ابنك وحيدك حبيبك، خدي بالك من المفردات، ابنك حبيبك وحيدك انا عايزك تقدمه لي ذبيحه. ايه رايك انت، ايه رايك في الرد مثلا؟ صعبة. او مشاعرك يعني، انا صعبة. يعني حطي نفسك في الموقف دوت مكان ابونا ابراهيم، وقولي لي ايه تصورك، يعني ايه كان ممكن يحصل، ايه لو احنا ما نعرفش اللي حصل مع ابونا ابراهيم بعدها. صعب. صعب اقبل يا ابونا، صعب. يعني انا بشر برضو، ده ابني اللي انا انتظرته سنين كتير يقول لي خديه وخلوا لي ذبيحة، او مثلا وانت اللي هتذبحي بايدك. قول مثلا ايام دي مثلا بعد ما اجيب ابن بعد سنين طويلة ربنا ياخده يطلع السماء. ده ساعات يعني ساعات لما بنجيب طفل مثلا يكون وحيد ليا ويكبر شويه وربنا ياخده، دي بتبقى مصيبه سودة عندي، بتبقى الدنيا سودة، مفيش عزاء ليها كتير. ناس كتير بتبقى مفيش عزاء مهما ما يعزوا، ده ساعات كمان بيخصموا ربنا. انما تخيلي بقى الكتاب يقول لنا ايه، دي بقف قدامها كده بستغرب، يقول لنا فبكر ابراهيم. ياه. مستعجل
مستعجل ان يقدم ابنه ذبيحه. انت عارفه سبب استعجاله ايه؟ اولا طاعه ربنا وثقه فيه وايمان بيه، لانه عارف هو اللي عطاله، هو اللي عطاله، زي ما هو عطاله عايز ياخد العطيه اللي عطاني ياخدها. ما دي مشكلتنا احنا كبشر يا هبه، مشكلتنا احنا كبشر لما ربنا بيدينا كانها مقتنيات لينا، مش من حقه انه ياخد بالظبط، بنمسك فيها مش من حقه انه ياخد، لانما هو زي ما هو عطاني له الحق انه ياخذ. ده انا نفسي مش ملك نفسي، احنا كلنا مش ملك نفسنا، احنا كلنا ملك ايديه، هو ملكه هو. عشان كده كان ابونا ابراهيم يعي تماما الموضوع ده، عشان كده يقول بكره جدا واخذ اسحاق والحطب المحرقه وراح. وكمان القسمه بتاعت اسحاق اللي احنا بنقولها بنصليها يوم خميس العهد دي، يا قد ايه رائعه، قد ايه رائعه. يقول لك واخذ السكين، فيها كده جمله يقول لك ايه، واخذ السكين ليذبحه. شوفي وصلت لدرجه ايه، يا ايمانك يا ابونا ابراهيم، ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. عشان كده اول ما ابتدى يمد ايده يوم ربنا ارسل معاك، قال له بس يا ابراهيم كفايه، انا علمت قد ايه انك بتحبني. ودي دي ده اللي احنا يعني ده اللي احنا نصلي ان ربنا يعطيه اياه لينا، ان احنا نقول مع ايوب البار، الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مبارك، لان زي ما انت اعطيتني يا رب عايز تاخد، خد في الوقت في الوقت المناسب، في الوقت اللي يعجبك خد. ما ينفعش ان انا احاسب ربنا واقول له ليه كده، لا، انا بدل ربنا بيقول لي عطاني وقال لي انا عايز، خد يا رب، انت شايف التوقيت ده مناسب خلاص خد. عشان كده ربنا كان محضر خروف مكان اسحاق، وده انت عارفه ده رمز كبير قوي للاب، لاقنوم الاب واقنوم الابن. الابن هينزل ويدبح هو مكاننا بالظبط كده. طب معانا تليفون يا ابونا بعد اذنك، اهلا وسهلا. الو الو الو، اهلا يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك والقدس ابونا. اهلا اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. انا اسمي ماجد شاكر، وبتصل عشان ارد على السؤال اللي حضرتكوا طرحينه على الشاشه. اتفضل استاذ ماجد. شكرا يا قدس ابونا. هم حنه وساره ورفقه وام شمشون. برافو استاذ ماجد، حلو، برافو. حنه وساره ورفقه وام شمشون. جميل، حلو خالص. هو بس دور في الكتاب المقدس تاني هتلاقي فيه شخصيتين تاني يا استاذ ماجد، انما كده حلو جدا. في اليصابات. اليصابات في العهد الجديد. اليصابات في العهد الجديد. ايوه يا استاذ، صحيح. ربنا يباركك يا استاذ ماجد، ومتشكرين اتصالك ومداخلتك يا حبيبي. ربنا تعيش. وانا عايز اقول لاختك برضو، رب الارباب وملك الملوك عمل معجزه مع المدام عندي برضو، واحنا عندنا بنت وبقالنا 7 سنين كنا بنطلب اخ لاخت ليها، وفعلا ربنا اعطانا، ودي معجزه لان المدام مرت بكذا اجهاض، بس طلبنا ربنا بدموعنا وبقلوبنا واستجاب لينا فعلا رب المجد. تعيش يا حبيبي، ربنا ربنا يكمل حبيبي ويفرحكم ويسعدكم يا رب كده. وشكرا لمداخلتكم يا استاذ ماجد. تعيش شكرا حبيبي. خالص يا استاذ، ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يباركك يا حبيبي. شكرا خالص. طب هو احنا معانا تليفون تاني، بس قبل التليفون هرجع اعيد السؤال تاني يا ابونا بعد اذنك. كم امراه في العهد القديم كانت عاقرا واستجاب لها الرب وما اسمائهم؟ كم امرأة في العهد القديم كانت عاقرا واستجاب لها الرب وما أسمائهم؟ معنا تليفون، تفضل. ألو، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا حبيبي. سلام يا جوت أبونا. سلام وبركة ونعمة، أهلا وسهلا. أنا مش عايز أطول عشان وقت البرنامج لأن في اتصالات كتيرة، بس أنا عايز أحكي لمدة 2:30 بالظبط. لا اتفضل.
إله المستحيلات أو الإله ضد المنطق إزاي يعمل في حياتنا. أيوه حبيبي. القصة دي لناس أقاربي وعايشين، في ناس منهم عايشة لغاية دلوقتي، في ناس انتقلت منهم، لكن القصة دي أنا لامسها شخصيا. كان الراجل كبير سن ومراته كبيرة في السن، وكان في فرق كبير في السن بينهم وبين بعض، وعايشين يعني نسوا موضوع الحمل والإنجاب. مرة من مرات الست دي كانت سوري بتنشر غسيل، ف قالوا انا على الهواء ولا معايا؟ اتفضل بس معنا. ممكن تعلي صوت حضرتك شويه؟ فكان في يوم من الايام كان في مطره شديده في مصر من النوادر، وكانت بتنشر الغسيل في تاني دور او حاجه زي كده، وقعت من فوق البلكونه على مدخل العماره. تمام؟ تمام. اتكسر الحوض بتاعها ونقلوها المستشفى، اشعاعات اكس على الجسم كله، وطبعا اضافه للشير والحط بدون عدل. ومع ذلك بعد ذلك يكتشفوا ان هناك حمل برغم اشعه اكس على الجسم كله، والحمل يكمل وهي تكمل حملها وهي متجبسه عشان الحوض والكسر اللي في رجلها ده، تفك الجبس وتولد تقريبا في نفس الوقت. ينزل الحمل سليم. حاليا دلوقتي هو نشكر ربنا عريس وخاطب وهيتجوز الايام اللي جايه. وده هو انا بتكلم على، بس مش هطول اكتر من كده، ان اله المستحيلات او الاله ضد المنطق لما يكون رايد. فانا عايز الناس كلها يعني تتمسك بالامل في ربنا، وربنا عنده كتير. وشكرا لكم على ده فعلا فعلا. طب ممكن حضرتك عندك اجابه في السؤال؟ الو الو. لا السؤال هو عددهم، يعني انا ممكن فاكر بعض الاسماء بس مش كل. طب قول لنا بعض الاسماء يعني. ما احنا ممكن تكملوا ممكن بعض. نمسكهم بالترتيب. الاول امنا ساره. ايوه. وبعد كده حبيبه قلبي عجوب رحيل. بعد كده بشتغل عليها، هشتغل عشان خاطر عيونها 21 سنه يا ابونا. وام حنة، ام مرات صموئيل. ايوه. وممكن وطبعا يوحنا المعمدان. ايوه. واعتقد شمشون، مرات شمشون، ام شمشون. ام شمشون صح. ام مرات حنوك. او ابن حنوك. و ده اللي جه على بالي دلوقتي، لكن لو دورنا على العهد القديم هنلاقي فيه ناس كتير معجزات ومستحيلات حصلت مع الناس كلها. والمستحيل ما زال معانا لغايه دلوقتي، ونشكر ربنا على مباركته. ممكن نتشرف بالاسم؟ خليها مغترب في امريكا، لان الناس عايشه بتاعت القصه اللي انا حكيتها. مغترب في امريكا. مغترب ماشي حاضر، بس لو كسبت هتسيب لنا رقم التليفون. انا سبت في الكنترول روم يا ابو. طب اوكي خلاص ماشي حبيب. شكرا خالص لاتصالك. طيب بس هو ده اللي احنا كنا بنقوله، ان المفروض ان احنا نعي الدرس ده كويس، ان رغم العشرة الكبيرة اللي بين إبراهيم ما بين ربنا، إلا أنه اتأخر، وده كان نتيجة إيمان أبونا إبراهيم. فإحنا لازم يكون عندنا الإيمان زي المداخلات الحلوة اللي دخلت دي، بتدينا تعزية وبتدينا رجاء وبتدينا لازم أن احنا نصبر شوية على مواعيد ربنا عشان ربنا يدينا العطية الصالحة. العطية الصالحة. أمين يا رب. أمين. لو تسابوني. طب أنا عندي شخصية تاني جميلة برضو وبحبها عن نفسي، هي شخصية حنة أو حنة أم صموئيل. حنة دي كانت جميلة، بس أنا قبل ما نتطرق لشخصيتها يا أبونا، ياريت تقرأنا جزء صغير من كتاب المقدس في سفر صموئيل. صموئيل، صموئيل الأصحاح الأول. أنا عايز بس أشوف لأن أنا مش شايف القضاء. فهرس عندك موجود عشان مش مجبتش النظارة. يقول لنا كان رجل من رمتايم سوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا ابن يروحام ابن أليهو. هو إفرامي وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فنونة، وكان لفنونة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شلوة، وكان هناك ابن عالي. ولما كان الوقت
ذبح القانا أعطى فنان امرأته جميع بنيها وبناتها أنصبة، أما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمها وكانت درتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها القانا رجلها: يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. فقامت حنة بعدما أكلوا في شلوة بعدها شربوا، وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونزرت نزرا وقالت: يا رب الجنود، إذ نظرت نظرا إلى مظلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس إلى آخره، يعني عشان ما ناخدش يبقى الحبايب بيكملوا بقية الإصحاح. يعني هنا طبعا يا مونة قبل ما نترك موضوع حنة أو حنة، طبعا حنة كانت برضو عاقر، واحنا كنا عارفين طبعا ان اي شخصية في العهد القديم او اي امرأة كانت في العهد القديم عاقرا كانت طبعا ده بمثابة عار. عار ليه يا ابونا؟ طبعا احنا عارفين ان كان كل امرأة كانت منتظرة ان يجي من نسلها المسيح. بالظبط، عشان كده هو ده العار بقى. هو ده العار. العار ان هي معنى ما تخلفش يبقى دي انسانة شريرة مغضوب عليها من قبل الرب، مش هيجي منها للنسل المسيح، فعشان كده عار بالناس يعيروها. بالظبط. دي بقى برضو حنة كانت عار عليها وكانت فننة بتغزها. يعني حتى احنا كتير ساعات واحد من غير قصد، دي طبعا كانت بتغزها علنا لانها كانت درتها زي ما احنا عارفين. ساعات احنا مثلا لو واحدة اتجوزت مثلا بعد سنة سنتين ثلاثة 10 وما جابتش اولاد، فنفضل نسألها كل شوية: ما فيش اخبار؟ رحت للدكتور وقال لك ايه؟ يعني زي بنفكرها بالوجع اللي هي فيه. طبعا ده برضو كان يعني ممكن في ناس تاخدها انها ليه بتقولي كده، انا يعني صعب عليا ان اسم يعني كل شوية تسأليني. طبعا لازم ناخد بالنا من كلامنا او من مشاعر الناس الاخرين اللي جنبينا. طبعا فدي كانت بتغزها وكانت كل شوية يعني انها دي عندها اولاد كتير فننة وعندها بنات كتير، وطبعا دي بالنسبة لها انها كانت يعني هي السيدة الاولى، مع اني كان القانا بيحب حنة اكتر من فننة، يمكن شايفها ضعيفة، شايفة انها هي مرة النفس زي ما احنا عارفين. كان حنين قوي جوزها عليها، يعني هو كان كلامه حكيم، كان مسابة طبطب على جرحها بيطبطب، كان لدرجة ان هو لما جايين ياكلوا اعطاها نصيب اتنين مش نصيب واحد. صحيح. وقال لها: اما انا خير لك من 10 بنين، ليه قلبك مكتئب؟ فدي يمكن خففت من نفسيتها شوية، خففت من احساسها الصعب شوية. هي فعلا طبعا بتحب جوزها وانبسطت من الكلمتين بتوعه، بس حست برضو ان ده مش كل حاجة، راحت بيت ربنا اللي هو طبعا الكنيسة وبكت هناك وانسكبت امام المسيح الله، وطبعا من كتر الانسكاب كانت عمالة تتكلم، فعالي الكاهن يفتكرها ان هي سكرانة يعني شرب حاجة. فهل يا ابونا قبل ما نتطرق للموضوع برضو حنة والمستحيل اللي حصل في حياتها، ربنا مستنينا لما يحصل مشكلة في حياتنا نروح وننسكب ونبكي؟ طب هو مش حاسس بينا؟ لا، ما طبعا هو يعني ربنا حاسس بينا اكتر من نفسنا، بس هو ساعات بيشوفنا بيشوف تصرفاتنا احنا هنعمل ايه. فالمفروض قصة حنة دي اي امرأة او اي زوج ربنا بيتأنى عليهم في الطلبة دي، طلبة النسل والانجاب، المفروض نمشي الخطوات اللي مشيتها حنة. اول حاجة صلت، نصلي. تاني حاجة انسكبت امام الله وصلت بدموع،
الدموع دي اكتر حاجة تغلب ربنا، الدموع. وبعد كده نذرت نذر، يعني جميل ان الانسان ينذر برضو، بس ننذر ونوافي، يعني ننذر ونوافي، ما ينفعش ننذر ما نوافيش، يبقى احنا كده سرقنا ربنا وسلبنا ربنا. يعني ننذر ونوافي. فهي صلت، انسكبت، بكت، نذرت، فاستحقت ان الله يتكلم عن لسان علي الكاهن ويقول لها ربنا هيديكي نسل زي اليومين دول، هيكون معاكي نسل. ودي دي تفكرني بقصة هبة حصلت معايا شخصيا. كنا في الكنيسة وكان داخلين على عيد ابو سيفين، وبعد كده انا يعني انا اعلم يقينا ان ربنا عاطي ابو سيفين وعد ان اي امرأة عاقر تطلب بايمان بشفاعة القديس من رب المجد يسوع ربنا يديها. فالتصادف ان الست دي جاتني في ليلة ابو سيفين، في ليلة عيد ابو سيفين، وبعد كده قالت لي يا ابونا انا بقالي اكتر من 9 سنين ما بخلفش، ويا ريت تصلي من اجلي وتصلينا ان ربنا يستجيب بشفاعة القديس ابو سيفين. وعلى فكرة انا بحب اقول ربنا يستجيب بشفاعة القديس ابو سيفين، لان الناس بتفهم الشفاعة غلط او بنطلب الطلبة غلط، نقول يا ابو سيفين، لا نقول يا اله ابو سيفين، واخد بالك؟ عشان برضو في بينتقدونا ان احنا بنصلي للبشر وبنصلي للقديسين وبنطلب من القديسين على طول وهم بشر. لا، احنا بنتشفع باله القديس دوت، لانه انسان محب لربنا. زي ما نقول مثلا يا رب استجيب، لان ربنا اطلق على نفسه انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. المهم مش عايزين نتطرق لموضوع خارجي، انما خلينا في الموضوع بتاعنا. فصلينا وقلت لها ان شاء الله بنتي ربنا هيديكي ببركه الشهيد العظيم ابو سيفين، لان ده واخد وعد زي اليومين دول كده تكون معاكي ولد. فقالت لي نادري يا ابونا كده على طول، نادري يا ابونا لو ربنا عطاني هسمي فلوباتير. فقلت لها خلاص ربنا يديكي حسب سؤال قلبك يعني. فالمهم مشت وفاتت الايام ودارت، وبعد كده لقيت واحده قابلتها جاتني، فبتقول لي يا ابونا مش فاكرني. قلت لها لا صدقيني يا بنتي مش فاكرك. قالت لي انا فلانه اللي حصل وصليت لي وكده فقلت لها اه افتكرتك، طب ايه الاخبار؟ قالت لي نشكر ربنا ابونا بعدها بشهر او شهرين حسيت ان انا ممكن اكون حامل، فروحت عملت تيست وعملت كشف فطلع ان انا حامل، وبعدها بكم شهر عملنا سونار طلع ان هو طفل، وقد ايه كانت فرحتنا حلو. في المستشفى بعد ما ولدت جت حماتها والناس بقى هتسمي ايه يا فلانة، فقالت هسمي فلوباتير. فجت حماتها قالت لها يا اختي ده اسم تقيل، فلاموتير فسفرتير بتاع، بلاش الاسماء الصعبة دي. فبتحكي لي بتقول لي بعد ما طلعنا من المستشفى وكان جوزها راح يسجل الولد في الصحة، فسمع كلام والدته وما سمعش كلام مراته بالنادر بتاعها، فقام مغيرين الاسم. بتقول لي يا ابونا في التوقيت اللي هو غير الاسم الولد مات في البيت. فبقول لها يعني وقع بتاع؟ قالت لي لا مات، وعملنا الجنازة بتاعته. ده هي اللي بتحكي. فأنا استغربت يعني للي قالته. فقالت لي من فضلك، قلت لها طب انت تعللي؟ قالت لي اعلل الموقف ان انا ما وفيتش النذر. فقلت لها نصلي تاني وربنا يستجيب ليك يا بنتي. فصلينا تاني وربنا استجاب ليها وعطاها فلوباتير. وانا فاكر انا لسه على اتصال بيهم، يمكن يسمعونا ولو سمعتنا تخش في مداخلة تحكي. هي دلوقتي سنه مش عارف 9 أو 10 سنين. فده موضوع يقول لنا زي ما قالت لنا، زي ما احنا شفنا مع حنا، نصلي، نبكي، ننسكب امام الله، واذا حبينا نندر نادر نادر نندر بس نوفي، واخد بالك؟ ربنا على طول يوم عطينا العطية الصالحة. وعايز اقول حاجة كمان هبة يمكن اخدتي بالك منها،
كل الشخصيات اللي احنا بنتكلم فيها والتأخر السنين الطويلة دي في الاستجابة نلاقيهم ناس عظماء، اللي اتولدوا دول ناس عظماء. بالظبط صح. واخد بالك؟ خدي بالك من الملحوظة دي. اه. هتلاقيهم ناس عظماء جدا. وناس ليها مكانتها في الكنيسة. ده غير اللي ما اتكلمناش لسه عنهم. ده لسه اللي ما اتكلمناش عنه. لسه ما اتكلمناش عنه. فاحنا اتكلمنا مع سارة انجبت اسحاق. وربنا بيلقب نفسه بان هو اله ابراهيم واسحاق. وشوفي يعني الكرامة. شوفي الكرامة اللي اخدها اسحاق بعد ما اتأخر. اذا كان في حاجة تانية تحب انك انت تسألي فيها. احنا مش عارفة يمكن باقي 7 دقايق على الوقت، فممكن نتطرق لشخصية تاني ولا مفيش وقت. هو انا عندي ايميل واحد من واحدة كانت بعتهولي. هي طبعا مش قادرة تتصل او عندها ظروف، فهي اسمها كريستين من تكساس. تمام. كريستين دي كانت يا ابونا بعد ما اتجوزت بسنة ونص ما فيش حمل، وحصل بعدها حمل وسقط، فراحت تعمل تشيك عند الدكتور يعني، فراح قال لها لا ده انت عندك مشاكل لازم تتعالجي. ما ينفعش علاج، قال لها لازم تلقيح صناعي. بعد ما عملت التلقيح الصناعي قال لها في بطنك في 4 أجنة، فما ينفعش الأربعة، الرحم ما يستحملش الأربعة عندك، فلازم يبقى واحد بس. حصل إن هي يعني الرحم ده، طب هكمل الإيميل بس بعد ما ناخد المداخلة. اتفضل. ألو. ألو. أهلا وسهلا. سلام ونعمة. ربنا يبارك خدمتك ده ويبارك البرنامج. البرنامج جميل جدا وموضوعاته رائعة، وهو فعلا ربنا اللي جربه يلاقيه فوق المستحيلات حقيقي يعني. صحيح يا بنتي صحيح. أنا كنت عايزة أشارك إن أنا أقول إجابة السؤال. اتفضلي. الاسم ايه؟ اسم حضرتك؟ طيب هو في العهد القديم اسمي رشيل. رشيل. ايوه اتفضلي يا رشيل. الو. ايوه اتفضلي يا رشيل. ايوه طيب. هو في العهد القديم كان في طبعا امنا ساره. ايه. مرات ابراهيم. برافو. وبعديهم رفقه. ايوه. رفقه. ورحيل. ايوه. كده 3. وحنا مأمة صموئيل. ايوه. 4. مرات اليس كارما. برافو. ومامة شمشون. ومامة شمشون. برافو. حلو يا رشيل. هو باقي واحدة لو قدرت تجيبيها بس. شكرا خالص لمداخلتك. ما لا لا برافو كده حلو خالص. يا حبيبتي ربنا يبارك خدمتك. على فكرة حد يعرف اسم مامة شمشون؟ هو مش موجود في الكتاب. سؤال صعب ده. هو سؤال صعب فعلا. هو مش موجود في الكتاب بس تقريبا احنا الحلقة دي مش هنقدر نوفي الموضوع كامل. ممكن يعني ان ربنا اراد وعشنا هنكمل الحلقة اللي جاية في نفس تحت نفس العنوان والموضوع. فكروا في اسم مامة شمشون، واللي هيجيب الإجابة هنديله هدية حلوة خالص. هتلاقوه أقول لكم هغششكم حاجات بسيطة. هتلاقوا الاسم دوت في التفاسير في التفاسير، فممكن لو رجعتوا للتفاسير هتلاقوا الاسم. مرسي جدا يا رشيل لمداخلتك. شاكرين. ربنا يباركك. احنا معانا تليفون تاني عشان كمان اكمل الايميل بتاع كريستين. اتفضلي ميري. اتفضلي. الو. الو. اهلا وسهلا بابونا. سلام ونعمه وبركه. انا عندي ابونا مبخلة، بنتي كانت يعني جوزها في امريكا، وبعدين قعدت اكتر من سنه فما كانش في اطفال، فطبعا اكتشفت فالدكتور راح قال لها ما فيش اي حاجه يعني عندك مانع للخلفه.
فجوزها صفى معاها، هو ما فيش يعني بعد 10 ايام لقيناها حامل. فلما حملت ابونا قعدت طبعا معايا، هو جوزها مسافر، فقعدت معايا فتره الحمل كله. ففي اول الثامن فجه طبعا وضع الولاده بتاعها، فكانت هتولد. فالدكتور قال لا ده خطر في الحمل الثامن، يعني في البدايه من الثامن. فالدكتور راح قال لها ان احنا كل من يوم يعني عدى عليك في البيبي يكون مكسب لينا. فقعدت يا ابونا صدقني ربنا استجاب للصلاه واستجاب للطب، وراح قعدت كل يوم نشكر ربنا على انه كمل الحمل بتاعها لغايه اخر يوم في الثامن، وابتدى في اليوم في التاسع. ايوه اليوم في التاسع يا ابونا كانت وضع الولاده يعني. فولد الطبيعي نشكر ربنا وقلنا ده وقت كبير وحال وجلاله سبحانه فعلا هو بيعمل المستحيل مع اي حد. فعلا نشكر ربنا، ربنا بيدبر كل اموركم. وربنا يبارك خدمتكم يا بونا، وحلقه حلوه خالص. ربنا ربنا يبارك، ربنا يبارك يا ميري. تعيش يا بونا. طب تقدر نقدر نجاوب على السؤال يا ميري؟ ميري معانا؟ اتفضلي. انا دلوقتي مش في فكره يعني الاجابه. ف ساره ورفقه ورحيل. ايوه برافو. وشمشون. برافو برافو، حلوين خالص كده. حلوين قوي كده يا ميري. برافو يا ميري. ربنا يبارك. تعيش يا بونا. طيب متشكرين دخلتك، ربنا يبارك. ميرسي جدا. سلام يا بونا. سلام سلام يا, سلام يا ميري. معنا تليفون تاني من مصر. ايمان اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. الو تاخير. سلام ونعمه. تاخير يا بنت سابونا. اهلا اهلا يا ايمان. اهلا مع جوزك ايمان من مصر. اهلا يا ايمان. مصر كلها مصر كلها نورت امريكا يا ايمان. اهلا وسهلا بيك. انا الاول عايزه يعني اشكركم على البرنامج كتير جدا جدا، وحالات كتيره جدا، واله المستحيلات عمل معجزات كتيره جدا كلنا لمسناها، لمس الايد وفضل العين. فانا عندي معجزه حصلت ليها شخصيا، كنت حابه احكيها لجوزك يا بونا. اتفضلي يا ايمان. اتفضلي يا ايمان. انا طبعا كنت انا شخصيا كنت متجوزه وقعدت سنتين ربنا ما ادانيش، بس كنت يعني ماسكه فيه جدا جدا ومؤمنه جدا ان انا ربنا هي الدكتوره كلهم يقولوا لي يعني ما فيش اي حاجه اي موانع. كنت اروح للدكتور يقول لي الشهر الجاي ان شاء الله حامل 100%. اروح له اقول له يا دكتور يعني ما حصلش حمل. ايوه الو. قدرت ازور الاديره والقديسين، فكانت كنت بتشفع بالقديسه مارينا جدا جدا، وكنت عشمانة ربنا يديني على اسم القديسة مارينا. ورحت فعلا زرتها القديسة مارينا في حارة الروم، وربنا وابوها اللي هناك راعي الكنيسة. ربنا هيديكي ولد. فانا الاول اتفاجئت، قلت له يا ابونا ده انا نفسي في مارينا. قال لي لا ولد عمل لي كده. شكرا يا جوزة ابونا صلواتك. المهم قضينا الليله في الكنيسه، ليله عيد القديسة مارينا في شهر 7 تقريبا 27/7 او 28. المهم قضينا اليوم بالليل، وفي الفجر ابونا بيصلي الناس كتير، وانا من بعيد بقول له وانا يا ابونا يعني اديني بركه. قال لي يا بتاعه اسيوط انا قلت لك هيديكي ولد. طبعا طلعت بره الكنيسه، كنت انا وجوزي كنت متجوزه ليا سنتين وبالظبط سنتين. وبعدين لقيت سور دير برفع عيني كده، لقيت يعني جسر نصلي انا وجوزي، فلقيت اسم الامير تادرس على اسم الدير يعني. فانا في السر كده وانا بصلي يا رب اديني وهسمي اسم امير على اسم الامير تادرس. ولقيت جوزي نفس الطلبه في سر وطلبها من ربنا. يا سلام. بعد كده جوزي بيقول لي انا فقدت في اسم. قلت له وانا فقدت في اسم. فجالي انا عايزه اسمي امير. طب وانا يا صفوت عايزه اسمي امير.
فحصل ان احنا قلنا ربنا وروحنا بلدنا. انا فكري انه هيحصل زي ما جالي ابونا في خلال شهر يعني، وحسسني ان خلاص يعني. مرت شهور كم شهر كده، وفي شهر 2 كنت في دير القديس الو الو. طبعا عارفين حماتي وحماية، فبتقول حماتي بتقول لابونا ابونا سوريال صلي لمرات ابني، فخدني جوه قدام صوره الامير طهدروس المشرقي وصلى، وهو بيصلي رفع راسه كده للسماء وبعدين قال لي خلاص هيديك طهدروس. فجيت انا حسيت ان انا انا ندرت باسم امير، قلت له يا ابونا خليها امير، قال لي لا طهدروس، قلت له يا ابونا امير على اسم امير تدرس، قال لي ما تدرس هو طهدروس والاثنين بمعنى عصيه الله. صحيح. شكرت ربنا وخلاص وقررت اسمي امير اللي هو طهدروس وتدرس. وفعلا شهر 7 اللي بعده قديسة مارينا في معاد اللي بعده كنت حامل يا ابونا بدون اي علاج ولا برشام ولا اي حاجه ابدا يعني كده. والحمد لله ربنا اداني عطا الله اللي هي امير، وامير دلوقتي سنه 23 سنه ربنا يخليه، ربنا عليه اله المتخيلات اللي عمره عمره ما يخيب رجع حد امن بيه وامن بانه فعلا ممكن الغير مستطاع عند الله مستطاع عند الناس. فعلا انا شكرا يا ابونا وطولت عليك جدا جدا، بس عايزه احييكم واحيي برنامجكم الجميل. متشكر. واشكر الاخت هبه على خدمتها للبرنامج ومريحه جدا، والموضوعات اللي بتختاروها انا بتابع معاكم. ربنا يعني يباركك. ربنا يباركك. بتابع دايما البرنامج معاكم يا ابونا، وشكرا محبتكم، وربنا يبارك في خدمتك يا ابونا. ربنا ربنا يباركك يا ايمان. ربنا يباركك. شكرا يا ابونا. في تشتركي معانا في الاجابه؟ تشتركي معانا في الاجابه؟ هو انا عارفه مش عارفه حنا ام صموئيل. ايوه. وساره ساره صح، وحنا ام صموئيل وساره. انا مش عارفه ام العذراء تنفع؟ العذراء مريم تنفع. تنفع تنفعش ليه؟ تنفع عهد قديم بين العهدين. ربنا يباركك يا ايمان. ربنا يباركك. متشكرين مداخلتك يا حبيبتي. معانا تليفون تاني بونا عشان الو الو الو. ايوه اتفضل. مساء الخير. اتفضلي. مساء النور. اهلا وسهلا. ابونا انا بنتي ليها 5 سنين متجوزه، وانا كنت عارفه ان في مشكله عندها يعني لغايه دلوقتي ما طبعا ما حصلش حمل، وكذا دكتور يقول لا مش هيحصل، لكن انا مؤمنه جدا جدا ان كل شيء بالصلاه ممكن. اكيد طبعا. وربنا هيديه. اسمها ايه يا بنتي؟ اسمها دينا. دينا. عايزه اصلي من اجلها يا ابونا جامد جدا، لاني انا عندي ايمان وهي عندها ايمان وهي خادمه حلوه جدا ان ربنا هيديها حتى لو بعد يعني لو عند ملء الزمان يعني. لو تأنى يستجيب يا بنتي، لو تأنى يستجيب ان شاء الله. ربنا يديها ويفرحها. يعني يا ريت نبقى للناس دول يعني نصلي من اجلهم، نعمل لهم صلاه خاصه. طبعا انا كاتب اسمائهم وان شاء الله احنا بنصلي لهم في مخدعنا، وبنصلي لهم في القداس، وبنصلي لهم في كل اجتماع صلاة. وربنا ان شاء الله احنا واثقين في اله المستحيلات ان يصنع معهم المستحيل اللي في حياتهم ويعطيهم ويفرحهم يا بنتي. امين يا رب. امين. متشكره يا ابو ان شاء الله. وتبقي تفرحينا وتقولي لنا ان شاء الله. طبعا ده يعني هفرح الدنيا كلها. طبعا احنا عندنا ايمان يا بنتي في اله المستحيلات. الهنا ان هو هيفرح دينا وهيفرح ساره ان شاء الله. ربنا يديك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. شكرا لاتصالك. وقتنا خلص، بس انا هكمل الايميل في ظرف دقيقه واحده. اوكي. فكريستين دي بنت حلوه قوي طبعا، هي حكايه الموضوع بالتفصيل. عملت تلقيح صناعي وما نفعش ونزل، فهي قالت خلاص لو ربنا عاوز يدينا هيديني لوحده. ففعلا على طول بعدها حلمت حلم ان ربنا مديها الميعاد والتاريخ اللي هتولد فيه الابن ده. فصحت من النوم فما حكتش لحد، فبعد على طول الدوره فلقيت نفسها حامل وولدت في نفس الميعاد اللي هو ربنا عطاها فيه الميعاد.
فكمان مش جابت ابن واحد وجابت بنت زي القمر، فانا بقول لها ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم لان اسمها كريستين ايه؟ حلوه. كريستين، ربنا يباركها وان شاء الله يفرحها دايما ان شاء الله يا رب. امين يا رب. طب تعملي لنا بقى اتفضل ايد ايد قدسك يا ابونا. هو احنا معانا هديتين ممكن تتحط في العربيه تبقى سبب بركه. ممكن تسحبي لنا رقم وانا اسحب رقم. ميري ميري اتفضل يا ابونا. وماجد 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 مبروك لميري وماجد والف الف مبروك. اولا فكره الاسئله والاجابه دي ليها الفضل مدام هايدي، اللي هي انا احب اكرر الكلام دوت قد ايه مدام هايدي اللي هي مؤسسه القناه من الشخصيات اللي انا اتعرفت بيها قريب قوي، قد ايه شخصيه جميله وشخصيه محبه وبتحب. هي واخده فتح القناه، انا اتاكدت من كده، ما بحبش اتكلم عن حد خالص، انما انا اتاكدت من كده فتح قناه تخدم بيها الناس فعلا للخدمه وتوصل كلمه ربنا، وعايزه تفرح الناس كلها باي طريقه. حتى تلاقوا معظم البرامج في القناه تلاقي فيه سؤال كده تدي هديه، الهديه مش القيمه في الهديه قد ما القيمه في الحب اللي بتقدمه القناة للسادة المشاهدين. احنا باسمكم بنشكر مدام هايدي على محبتها لكل المشاهدين ومحبتها لينا واحتضانها لبرنامج إله المستحيلات. وممكن اللي كسبوا معانا يتواصلوا مع القناة وهم في الكنترول روم، وهم هيقدروا يوصلوا الهدية على الادرس اللي انتوا من اللي انتوا هتتصلوا وتقولوا عليه. يعني الوقت جرى بسرعه، انما نتمنى تكون الرساله بتاعت النهارده وصلت لكل الساده المشاهدين واخدنا بركه واحنا اتباركنا برضو. و زي ما احنا قلنا هبه هيبقى الدروس المستفاده ايه بقى؟ مذاكره ولا مش مذاكره؟ ايه اللي بقى اللي استفدناه النهارده؟ ننتظر الرب، ننتظر ربنا في وعوده، نصدق مواعيده ونصدق مواعيده. وانا هقول ايه صغيره برضو انهي بيها البرنامج الجميل ده: ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب لسلطانه. احنا علينا بس ان نطلب ونصلي ونسيب ربنا لتكن مشيئته ولكل شيء تحت السماوات وقت. صحيح. نشكر ربنا ونرفع طلبه صغيره من أجل بنتنا سارة وبنتنا دينا، ونقول يا رب احنا بنحط طلبات ولادك بين ايديك، واحنا واثقين يا رب وعندنا الإيمان زي ما عطيت أمنا سارة وصنعت معها المستحيل، وزي ما عطيت حنة أم صمائيل وصنعت معها المستحيل واستجبت لصلواتهم وطلباتهم وبكائهم. أرجوك يا رب استجيب لبنتك سارة وبنتك دينا واعطيهم النسل الصالح الغير مستطاع عند الناس، نعلم انه مستطاع عندك لانك انت اله المستحيل، له كل مجد وكل كرامه الى الابد. امين. الرب معكم. الرب معكم.